انا تشعلت هادشي ديال العافيه انا في لافيراي ما عرفناش بالضبط مع ديك 11 ونص قول 12 ديال النهار انا جيت متاخر شويه سمعت شنا العافيه وجينا ملي جينا بزاف المحلات شعلت فيهم العافيه الاسباب ما عرفناش شنو الاسباب لحد الان لو كون ما كانت دخلت السلطات المحليه والاداريه والبوم والوقايه المدنيه غتكون كارثه كبيره هنا في المتلاشيه السوق ديال السبيت تيطملين هناك كان كيرجع الفضل للسلطات المحليه والاداره الامن الوطني ورجال الوقايه المدنيه لو كون ما جاوش دخلوا كان غتكون كارثه كبيره 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 وكان بزاف المحلات فيهم مواد بلاستيكيه الى اخره اذا كشيت لافيراي المتلاشيات غيضروا الناس يعني ما تقدرش تفهم لو كون بقات تقريبا كون ما دخلت الوقايه المدنيه ورجال الامن الوطني والسلطات المحليه والاداريه الى كانت غتكون كارثه كبيره في هذا السوق وهذا السوق كيتمعش فيه ماشي غير حنا هنا في الدار البيضاء كيتمعشوا فيه جميع الناس كيجوا الناس من الرشيديه من فاس مكناس اسفي صويره اكادير اي حاجه خاصتهم كيجوا كيتقدوها من السوق هذا السوق كبير يعني سوق كبير في المغرب I'm going to go to the hospital.